بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له عظيم الحمد والشكر والثناء أن جعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، جعلنا من أهل مودة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. سلام على مولاتنا وسيدتنا الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة من برنامج الأطروحة المهدوية. أستهلها تبركا بتقديم أصدق التهاني وأسنى التبريكات بمناسبة هذه الليلة المباركة، ليلة ولادتي، ذكرى ولادتي مولاتنا زينب الكبرى، العالمة غير المعلمة، الفهمة غير المفهمة، طليعة ورائدة الآخذين بثأر مولانا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعليها. نرحب بكم أيها الأحباء في هذا اللقاء، ونرحب بسماحة السيد كمال الحيدري. ومرحبا بكم. أسعد الله أيامكم سماحة السيد. شكرا لكم. سماحة السيد، هل لديكم كلمة بهذه المناسبة قبل أن ندخل؟ لا، مباشرة ندخل باعتبار الوقت تبقى كما تعلمون. طيب، قليل. المدخل هو الخلاصة عادة. أنتم في اللقاء السابق تناولتم، وصلنا إلى نقطة معينة. نعم، تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلوات الله عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع قلنا بأنه أهم فقرة توجد في حديث الثقلين هي هذه الفقرة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله: وإنهما لن يفترقا أو يتفرقا حتى يردا علي الحوض. والشاهد كما قلنا في الحلقة السابقة، والشاهد على أهمية هذه الفقرة وهذا المقطع في حديث الثقلين، أننا وجدنا أن الشيخ ابن تيمية ومن تابعه على نهجه وفكره حاولوا بكل طريق أن يضعفوا هذا المقطع وأن يسقطوا هذا المقطع عن الاعتبار، ويكتفوا بالنص الوارد وبالصيغة الواردة في صحيح مسلم، وهي: أذكركم الله بأهل بيتي، يعني حتى تكون هناك وصية بأهل البيت. نعم. لا أنه وجوب التمسك وعدم الافتراق عن القرآن والنجاة من الضلالة ونحو ذلك من العناوين والخصوصيات التي أخذت في حديث الثقلين. من هنا يتذكر المشاهد الكريم أن ابن تيمية في منهاج السنة قال بأن هذا المقطع من الحديث ضعفه أحمد، ونحن قلنا في الحلقة السابقة أن هذا الكلام كلام غير دقيق وغير علمي، وأن أحمد بن حنبل الإمام أحمد لم يضعف هذا المقطع من الحديث وهذا النصر. وكذلك تبعه على ذلك الشيخ شعيب الأرنؤوط، حيث حاول في تعليقاته وما ذكره في تحقيقاته على كتاب مسند الإمام أحمد أن يقول بأن الحديث الذي فيه هذا المقطع أو هذا المقطع من الحديث ضعيف. لماذا؟ باعتبار أنه ورد في سند فيه عطية العوفي كما أشرنا سابقا. من هنا أيضا وجدنا كما أشرنا أيضا في الحلقة السابقة، ولكن للاستذكار حتى أنه الصورة تتضح للمشاهد الكريم، هو أننا وجدنا أنه في كتاب اللآلئ البهية هناك حاول في كتاب اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية، الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية والشرح لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، هناك في الجزء الثاني من هذا الكتاب في صفحة 461 وصفحة 462 أراد أن يقول بأن هذا الحديث من قال بأن العترة لن تفارق الكتاب وأنهما لن يتفرقا كتاب الله وأهل بيت النبي، هذا فهم خاطئ
ليست التلازم بين الكتاب وبين العترة. لماذا؟ قال إما لأنه غير مضبوط، إما لأنه شاذ، إما لأنه غير محقق من الأئمة من أهل الحديث ومن أئمة السنة في العقيدة، ونحو ذلك من العناوين التي قرأناها تفصيلا في الحلقة السابقة، فقط أنا للإشارة أشرت إليها. ولكنه كما اتضح للمشاهد الكريم في الحلقة السابقة، نحن قلنا بأن هذا الحديث ورد في مسند الإمام أحمد بسند فيه عطية العوفي، وعطية العوفي إن لم نقل أنه أساسا حديثه صحيح السند وأنه يعتبر صحيحا، فلا أقل أن الحديث الذي فيه عطية العوفي فهو حسن، كما صرح بذلك الإمام ابن كثير في تفسيره. ويتذكر المشاهد الكريم فقط للاستذكار تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير الدمشقي، هناك في المجلد العاشر في صفحة 400 في صفحة 485، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، في صفحة 485 المجلد العاشر، بعد أن ينقل الرواية يقول: وقال الإمام أحمد حدثنا فلان حدثنا فلان عن عطية، عطية العوفي، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله، يقول: تفرد بهذا النص أحمد وإسناده حسن. إذن على هذا الأساس لا أقل أن الرواية التي فيها عطية العوفي تعد من الحسان، وإن لم تكن عطية العوفي. هذه الآن حسب معايير علماء أهل السنة. بلي حسب ما هم صرحوا، حسب ابن كثير، وإلا الآخرين وجدتم. والأعزة يتذكرون نحن فيما سبق لم نشير، طبعا أشرنا في حلقات سابقة، قلنا أن الحديث بحسب اصطلاح القوم، هذا كتاب مصطلح الحديث لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين، يقول بأنه تنقسم الأحاديث إلى عدة أقسام: الحديث القسم الأول الصحيح لذاته ويشرحه، ثم يأتي إلى صفحة 14 يقول: القسم الثاني الحسن لذاته، ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. فليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط تمام الضبط في الصحيح، فالحسن دونه، أي دونه بدرجة. إذن الحديث الحسن أيضا من الأحاديث التي يمكن أن تكون حجة، ويمكن اعتبارها، ويمكن الاستناد إليها. نعم، هي أدنى من الحديث الصحيح، ماذا؟ بدرجة واحدة. إذن هذه الرواية التي وردت في الصحيح، التي وردت في مسند الإمام أحمد وفي سندها عطية العوفي، اتضح لنا بشكل واضح وصريح إن لم تكن صحيحة السند بحسب الموازين فهي ماذا؟ فهي حسنة السند. ومن الواضح أن الحسن يمكن الاحتجاج به ويمكن الاعتماد عليه، كما أن الحديث الصحيح يمكن الاعتماد والاحتجاج به. هذه خلاصة ما تقدم بحمد الله تعالى في الحلقة السابقة. طيب سماحة السيد، ننتقل إلى حالة فرضية. نعم، نفترض أن هذا الحديث، افتراض المحال، لا يمكن الاحتجاج به. جيد. يعني الحديث الذي في سنده عطية العوفي، العوفي رحمة الله عليه، ألا توجد طرق أخرى لتصحيح هذا؟ يعني فيها نص حديث الثقلين وبه لي يفترق حتى يرد علي الحوض. نعم. طرق أخرى. نعم. جيد. هنا أنا بودي في المقدمة أن أشير إلى هذه النقطة، وهي أنه الشيخ شعيب الأرنؤوط حاول في كتابه أو في تعليقاته على مسند الإمام أحمد بن حنبل أن يوهم القارئ، هسه إما أنه إما يوهم وإما كان جاهل لا يعلم، لا واقعا هذه الآن لا أريد أن أدخل في تفصيلها. نعم. أن يوهم القارئ أن هذا الحديث الذي فيه هذا المقطع
وهو وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحاوض. نعم. ليس له طريق إلا طريق فيه عطية العوفي. نعم. وإلا طريق آخر فيه شريك. فيما يتعلق بعطية العوفي تقدم. أما فيما يتعلق بسند آخر لا يوجد فيه عطية العوفي ولكن يوجد فيه شخص آخر، هذا كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل أعزائي، الموسوعة الحديثية المجلد 35 في صفحة أعزائي 456 من الكتاب، هذه عبارته. رقم الرواية 21578. الرواية حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا الشريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. التفتوا ماذا يقول. يقول حديث صحيح بشواهده دون قوله وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك. إذن السند الأول فيه عطية العوفي، السند الثاني عطية العوفي قلنا ما فيه مشكلة إلا أنه شيعي وإن كان ماذا وإن كان صدوقا، ولكن شيعي لابد أن لا يعتمد. هنا أيضا لم يثبت أن الشريك فيه تهمة كذاب وضاع ونحو ذلك، وإنما سيء الحفظ، مع ذلك يقول أن الحديث ماذا ضعيف. كأنه يريد أن يوهم القارئ والمراجع والمحقق، هذا أقول لأهل العلم حتى تعرفوا أن الظلامة الواقعة على حديث الثقلين الذي يشتمل على هذا النص وعلى هذا المقطع، يوهمه أنه إما هذا السند وفيه عطية العوفي وإما ذاك السند وفيه ماذا وفيه شريك. والأول ضعيف والأول شيعي والثاني ماذا سيء الحفظ. نعم. ولكنه واقع الأمر ليس كذلك. نعم. واقع الأمر واقعا إما لعدم تتبع هذا الرجل اللي يدعي التتبع، وهذا نقص كبير عندما يدعي شخص التتبع ويدعي التحقيق ولكن لا يراجع، وإما واقعا لمحاولة ماذا لتغطية هذه الحقيقة، لأنه هذا المقطع من الحديث فيه نكات أساسية إن شاء الله تعالى لعله في هذه الحلقة أو الحلقة القادمة سنصل إليها. هذا الحديث أعزائي ورد أيضا في كتاب المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار إحياء التراث العربي، في المجلد 5 أعزائي، في المجلد 5 من المعجم الكبير للطبراني، المعجم الكبير للطبراني المجلد 5 في صفحة 169 وصفحة 170، أشار إلى حديثين، يعني أشار إلى سندين لا إلى حديثين، حديث واحد ولكنه بسندين كلاهما ينتهي إلى زيد بن أرقم، وزيد بن أرقم زيد بن أرقم الصحابي المشهور الذي الله سبحانه وتعالى صدقه في كتابه. الرواية الأولى تحت رقم 4980، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى سند هذه الرواية لأنه بحثنا في هذا اليوم، وإن كان يطول قليلا في السند ولكن مهم جدا حتى أنه عندما نرتب تلك الآثار على هذا المقطع لا يقول لنا قائل من أين جئتم بمقطع وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. حدثنا علي بن عبد العزيز، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام فيه، حدثنا عمرو بن عون الواسطي، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا عن خالد بن عبد الله عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد لا يوجد فيه لا شريك ولا ماذا ولا عطية العوفي. نعم. قال قال رسول الله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. هذا المقطع الذي نحن بصدد إثباته. نعم. وكذلك رقم الحديث 4981 في صفحة 170، حدثنا معاذ ابن المثنى، حدثنا علي ابن المديني،
حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الحسن، اللي هؤلاء الثلاثة الأول يختلفون عن السند الأول وبعد ذلك يتفق السند. عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله إني تارك فيكم، إلى أن قال وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أعزائي التفتوا لي جيدا أهمية هذا الحديث إذا صح السند. نعم. بس الآن احنا نفترض أنه إلى الآن لا نعلم أن السند صحيح، يمكن صحيح ها صحيح أعلائي ولا أنه حسن، لا أنه صحيح لغيره أو حسن لغيره، لا 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 صحيح لذاته بتعبيره، يعني بتعبير العلامة العثيمين نريد أن نثبت صحة الحديث. يقول الصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. نريد أن نرى أن هذين السندين هل يأتي فيهما هذا التعريف وهذا الضابط أو لا يأتي، هذا أولا. وثانيا إذا تم ذلك، التفتوا لي أعزائي جيدا، إذا تم أن هذا الحديث بهذا السند صحيح، إذن يأتي هذا التساؤل، لأن صحيح مسلم نقل أيضا عن زيد بن أرقم ولكن قال أذكركم الله بأهل بيتي، لا يوجد فيه وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. لماذا أن زيد بن أرقم مرة ينقل الحديث بتلك الصيغة ومرة وهل الحق وهل الترجيح مع هذا الحديث لو أن الترجيح مع ذاك الحديث، لأنه لقائل أن يقول حتى لو سلمنا بأنه ورد في المعجم الكبير للطبراني فإن مسلم أصح ماذا؟ أصح من المعجم الكبير للطبراني. هذا بحثه إن شاء الله بعد ذلك سيأتي بعد أن نتثبت أن هذا الصح أن هذا الحديث بسنديه بطريقيه المشار إليهما في هذا الكتاب هل هو صحيح أو ليس بصحيح. ومقدما أنا أعتذر للأعزاء الكرام باعتبار أن البحث هذا في هذه الليلة بحث إن صح التعبير صح بحث رجالي بحث علمي ينفع أهل العلم، ولكنه اضطررنا لذلك حتى خصوصا أولئك الذين يتابعون هذه الأبحاث من أهل العلم من أهل الاختصاص من الأكاديميين حتى يتضح لهم بأنه نحن عندما نريد أن نستند إلى حديث، لأنه أعزائي هذه النكتة بودي أن أشير إليها للمشاهد الكريم، يحاولون في فضائياتهم في مواقعهم في كتبهم أن يقولوا أن علماء مدرسة أهل البيت ومنهج مدرسة أهل البيت في الاستناد إلى الحديث لا يقوم على قواعد الجرح والتعديل، هؤلاء يقبلون الرواية أينما كانت بشرط أنه تنفعهم يقبلون الرواية، بس كانت صحيحة السند كانت ضعيفة السند كان الراوي مجروحا كان متهما إلى غير ذلك. لا نريد أن يتضح للمشاهد الكريم واقعا نحن عندما نستند إلى حديث الثقلين إنما نستند إلى حديث هذا طريقه وهذا إسناده وهذه رجاله السندي فيه، فعندما نستند على أساس ركين وعلى أساس قوي لا على أساس هار فانهار به مثلا في البحث العلمي. نعم. هنا أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت معي، نحن يوجد عندنا 9 أشخاص وردت أسماءهم في هذين الطريقين. الإسناد الأول أعزائي فيه 6 أشخاص، الأول علي بن عبد العزيز البغوي، الثاني عمرو بن عون الواسطي، الثالث خالد بن عبد الله الواسطي، الرابع الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي، الخامس أبو الضحى مسلم ابن صبيح القرشي الكوفي، وآخر السند الذي هو زيد بن أرقم. وكذلك في الإسناد الثاني أو في الطريق الثاني الذي ذكره الطبراني يوجد هناك مشترك اللي في الأخير، ويوجد هناك مختص وهم معاذ بن المثنى وعلي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المسعدي وجرير بن عبد الحميد. إذن لابد أن نرى أنه الإسناد الأول هؤلاء 6 لا أقل هؤلاء 5 الأول باعتبار أن زيد بن أرقم لا يحتاج إلى توثيق.
ولكن مع ذلك سنشير إلى أنه من هو زيد بن أرقم. وكذلك في الإسناد الثاني نحتاج إلى إثبات صحتي وعدالتي ووثاقتي وإتقاني، بل أنهم في أعلى درجات الإتقان في السند الثاني. عند ذلك إن تم هذا رجاليا وبحسب قواعد علم الجرح والتعديل، عند ذلك كلا هذين الطريقين نحن نقدمهما هدية للشيخ ابن تيمية، ونقدمهما هدية للشيخ شعيب الأرنؤوط، ونقدمها هدية لكل طالب علم ولكل منصف ولكل محقق، ليعرف بأنه كيف ظلم هذا الحديث حديث الثقلين، وأشاعوا في الناس أنه لا سند صحيح له، وإنما الصحيح هو كتاب الله وسنتي لا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن الآن إذا تسمح لي حجي أنه ندخل في هؤلاء بالتفصيل الذي أشرنا إليه. الشخص الأول الذي أشرنا إليه هو هذا الإسناد الأول، لنرى أن هذا الإسناد صحيح أو لا. الشخص الأول هو علي بن عبد العزيز البغوي. من هو هذا الإنسان؟ تعالوا معنا إلى كتاب سير أعلام النبلاء، تصنيف الإمام الذهبي، المتوفى 748 من الهجرة، الجزء 13، مؤسسة الرسالة، الصفحة 348. هذه عبارته، ولا أطيل على المشاهد لأنه الوقت ضيق جدا. رقم الترجمة أعزائي علي بن عبد العزيز، رقم الترجمة 164، يقول ابن المرزبان ابن سابور الإمام الحافظ الصدوق أبو الحسن البغوي نزيل مكة. أنا ما أتصور بأنني أحتاج إلى أن بعد على درجات الضبط. الصدوق والإمام والحافظ والصدوق. ولذا يقول صنف وصنف وصنف حتى لا أطيل. يقول قال الدار قطني ثقة مأمون، وقال ابن أبي حاتم كتب إلينا بحديث أبي عبيد وكان صدوقا، وقال 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 وقال، وعشرات من هؤلاء الذي يضيق الكلام بذكرهم جميعا. هذا هو الشخص. طبعا الذهبي اللي أشرنا إليه في تذكرة الحفاظ أيضا أشار إليه في الجزء الثاني صفحة 622، حتى أنا أتجاوز البحث لا نطيل على المشاهد. وكذلك أشار إليه في ميزان الاعتدال الجزء الثالث صفحة 154، بإمكان المشاهد أن يرجع إليه بنفس هذه الأوصاف، بأوصاف من أعلائية واقعا أعلى درجات الضبط والتوثيق والحفظ ونحو ذلك. ولكنه بالإضافة إلى ذلك أشير إلى إمام آخر في هذا المجال، وهو ما ورد في كتاب لسان الميزان للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى 852، اعتنى به الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة، واعتنى بإخراج وطباعته سلمان عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية أعزائي المجلد الخامس في صفحة 559. التفتوا جيد، يقول في رقم الترجمة 5431 ورقم الصفحة 559 من المجلد الخامس من لسان الميزان، يقول علي بن عبد العزيز البغوي الحافظ المجاور بمكة ثقة، وقال الدار قطني ثقة مأمون ونحو ذلك كما أشرنا قبل قليل. هذا إمام آخر أيضا، يعني إمامان يحكمان بأنه إمام حافظ ثقة مأمون ونحو ذلك. وممن أكد على أنه صحيح هذا الرجل، لا أنه حسن، التفتوا جيدا، أنا أؤكد على أنه صحيح حتى الحديث يخرج عندنا ماذا؟ مو حسن، وإنما يخرج ماذا؟ صحيح. أحسنتم. وممن أكد على صحته ووثاقته وعلو درجته
كما تعلمون أحد الأعلام المعاصرين وهو الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، الذي يعد علما ومرجعا عند المدرسة الوهابية وعند المدرسة السلفية ومن المحققين في هذا المجال. في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الخامس، أعزائي سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الخامس في صفحة 501 من الكتاب، يقول تحت رقم الحديث الأعزاء خاف طبعة مختلفة 2386، نهى أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره بعد أن ينقل الأحاديث. يقول وللحديث، هذا الحديث الذي قرأناه، وللحديث شاهد من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. قال الهيثمي، مجمع الزوائد، قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير. الهيثمي يقول صاحب مجمع الزوائد ينقل عمن؟ عن الطبراني في المعجم الكبير، ويقول ورجاله رجال الصحيح، يعني صحيح البخاري. عندما يقول رجاله رجال صحيح يعني صحيح البخاري. قلت وهو كما قال رجاله رجال ماذا؟ الرواية صحيحة السند. وهو كما قال باستثناء الشيخ الطبراني. من هو شيخ الطبراني؟ يقول علي بن عبد العزيز. يقول علي بن عبد العزيز مو من رجال ماذا؟ مو من، ولكنه هو ماذا؟ التفتوا ماذا يقول المشاهد بيودي ألفته، وهو ثقة حافظ فالسند صحيح. صحيح أنه مو بسند الشيخ البخاري صاحب صحيح البخاري، ولكنه السند في نفسه ماذا؟ صحيح، وإن كان فيه علي بن عبد العزيز. إذن علي بن عبد العزيز مو حسن، وإنما هو ماذا؟ عدل تام الضبط. فالرواية التي فيها لا تعد حسنة بل تكون ماذا؟ تكون صحيحة. وكذلك ورد عند الألباني أعزائي الإخوة اللي يردون يراجعون في المجلد السابع القسم الثاني في صفحة 909، هذا الحديث أنا أقرأه للمشاهد فقط، وإن شاء الله أرجو الله أن أوفق نقف عند هذا الحديث في يوم من الأيام. الحديث الذي ينقله رقم 3311 من سلسلة الأحاديث الصحيحة، قال رسول الله ما من شيء إلا يعلم أني رسول الله. سلام الله عليك، صلى الله عليك يا رسول الله. ما من شيء، يعني حجر، ماء، سماء، أرض، أولين، آخر، كلهم يعلمون أنه عليه أفضل الصلاة والسلام، صلى الله عليه وآله هو رسول الله. هسه أي مقام هذا؟ إن شاء الله بحثه سيأتي. إلا كفرت أو فسقت الجن والإنس والذي له حساب آخر. ماذا يقول؟ يقول بعد أن ينقل الحديث، يقول صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، والحديث، هذا الحديث أعله المناوي، يعني جعل فيه علة، إذن الحديث ليس بصحيح. لماذا؟ يقول بعلي بن عبد العزيز، باعتبار أنه في سند الحديث من يوجد؟ علي بن عبد العزيز البغوي الذي أشرنا إليه. قائلا لماذا عند مشكلة البغوي عند المناوي؟ فإن كان البغوي فقد كان يطلب على التحديث، يعني عندما كان يريد أن يحدث يأخذ أجرة ومالا. التفتوا إلى كلام من؟ إلى كلام العلامة الألباني في رد المناوي. قلت هذه جعجعة لا طحن فيها، فهو الحافظ البغوي دون ريب. لا مجال للتشكيك في الرجل، مطلق. أحسنتم، توثيق مطلق نادر. فهو الحافظ البغوي بدون ريب، فإنه شيخ الطبراني، وطلبه على التحديث عيب لكن لا يجرح به. هذا ليس سببا للجرح، بل ولذلك التفتوا أعزائي، أنا أريد أريد أستند إلى حديث فيه هكذا رجال، ها، لا أنه مع ألف ألف هن وهن نريد أن نثبت صحة الحديث. ولذلك كان من البغوي، ولذلك كان حجة عند جميع المحدثين. أعيد الجملة،
كان حجة عند جميع المحدثين كما لا يخفى على أهل العلم إلى آخره. إذن البغوي في قناعتي وفي قناعة هؤلاء الأعلام وبتصريحهم إمام صدوق حافظ ثقة مأمون حجة عند جميع المحدثين وبلا ريب ودون ريب كما أشرنا. إذن هذا هو الشخص الأول في سند هذه الطريق. بقية رجال السنة سماحة السيد كمال الحيدري بعد استراحة قصيرة إن شاء الله، تتابعوننا بعدها أيها الإخوة والأخوات. أهلا بكم أيها الأحباء، تتابعون مع سماحة السيد كمال الحيدري هذه الحلقة من برنامج الأطروحة المهدوية، وهو يتتبع سندا أو السند الأول من حديثين رواهما الطبراني في المعجم الكبير، تشتملان على عبارة لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، أي القرآن وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. سماحة السيد، الرجل الأول في السند الأول علي بن عبد العزيز البغوي، أثبتتم أنه من الدرجة العليا عند من الضبط والإتقان والوثاقة إلى آخره. طيب، الشخص الثاني. نعم، الشخص الثاني هو عمرو بن عون الواسطي. حتى لا أطيل أيضا مرة أخرى على المشاهد، أرجع مباشرة إلى سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي الجزء العاشر في صفحة 450 و451. انظروا ماذا يقول، رقم الترجمة 148، عمرو بن عون ابن أوس ابن الجعد. التفت إلى العبارات: الحافظ المجود الإمام أبو عثمان السلمي الواسطي البزاز، وثقه جماعة وقال فيه يزيد بن هارون هو ممن يزداد كل يوم خيرا، وقال أبو زرع الرازي وهو من أعلام الجرح والتعليم، وقعا من الكبار في هذا المجال، بلي وقال أبو زرع الرازي هو ثقة قل من رأيت أثبت منه. التفتوا جيدا، لأنه فقط ثقة ويتجاوز، لا أبو زرعة يقول قل من رأيت أثبت منه. وقال أبو حاتم ثقة، تنظرون المشاهد بيودي أن يلتفت، لا يكتفون أنه يقولون ثقة، وإنما ثقة لا يوجد أثبت منه، ثقة حجة، ثقة إمام ونحو ذلك. وقال أبو حاتم ثقة حجة، وقال أحمد بن عبد الله العجلي ثقة رجل صالح، وقد حدث عنه يحيى بن معين مرة فأطنب في الثناء عليه. إذن هذا الرجل أيضا يعد من كبار الموثوقين والضابطين والأئمة الذي وثقه هؤلاء الأئمة كما رأينا. هذا هو الشخص الثاني، ولذا بعد طبعا توجد كلمات كثيرة في هذا المجال، حتى لا أقل أحاول أن أنتهي من السند الأول إذا وفق، حتى أشير أيضا إلى السند الثاني لننتهي إن شاء الله تعالى من هذا البحث. سماحة السيد، فقط إذا كان فيه رأي سلبي جزاك الله خير، وإلا بقية المصادر أحسنتم تكرر نفس العبارات، إذا كان فيه رأي سلبي أشيروا إليه. الشخص الثالث، إذن هذا الشخص الثاني في سند الحديث انتهينا منه، لا يوجد سلبي، لا. الشخص الثالث هو خالد بن عبد الله الواسطي. هذا الرجل من رجال الكتب الستة، يعني البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه إلى آخره، كلهم نقلوا عمن؟ عن خالد بن عبد الله الواسطي. انظروا ماذا يقول فيه في سير أعلام النبلاء المجلد الثامن. جيد، في المجلد الثامن في سير أعلام النبلاء أعزائي في صفحة، خلي أخرج المشاهد الكريم، سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء المجلد الثامن في صفحة 277، سير أعلام النبلاء 277، أشير أيضا إليه. من هو؟ قال رقم الترجمة 71،
خالد بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يزيد الحافظ الإمام الثبت أبو الهيثم إلى أن يأتي في صفحة 278 قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي كان خالد الطحان ثقة صالحا في دينه بلغني أنه اشترى نفسه من الله 3 مرات وهو أحب إلينا منه شيء. وقال عبد الله بن أحمد أيضا قال أبي كان خالد من أفاضل المسلمين. وقال ابن سعيد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ثقة، وقال الترمذي ثقة حافظ، وقال أبو حاتم حديث صحيح الحديث، وهكذا كل أكابر المحدثين وكبار علماء الجرح والتعديل يقولون ماذا؟ يقولون بوثاقته وأنه لا مجال للريب فيه. هذا هو الشخص الثالث في الإسناد الأول. الشخص الرابع وهو الحسن بن عبيد الله ابن عروة. ورد في تهذيب الكمال، تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي المتوفى 742 المجلد السادس، أعزائي المجلد السادس صفحة 199 و201 رقم الترجمة 1242 ميم أربعة. مراد من ميم أربعة يعني روى له بالإضافة إلى مسلم روى له أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، إذن هو منهم. ما هو؟ قال الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي أبو عروة الكوفي، انظروا ماذا يقول. قال وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة صالح، وقال أحمد بن عبد الله العجلي وأبو حاتم والنسائي ثقة. وكذلك ممن تكلم فيه أيضا الإمام أو الحافظ الذهبي في كتابه الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للحافظ الذهبي الجزء الأول أعزائي في الصفحة 255 في رقم الترجمة 1038 قال الحسن بن عبيد الله أبو عروة النخعي عن أبي وائل فلان وابن فضيل ثقة توفي 139 من الهجرة. هذا هو الشخص الرابع في السند. الشخص الخامس في السند هو أبو الضحى ابن صبيح الذي ورد في سير أعلام النبلاء المجلد الخامس للإمام الذهبي في صفحة 71 من الكتاب، هذه عبارته. قال مسلم ابن صبيح رقم الترجمة 27 أبو الضحى مسلم ابن صبيح القرشي الكوفي قال وتفقه بعلقمة وغيره وكان، التفتوا أعزائي، وكان من أئمة الفقه والتفسير ثقة حجة. إذن يعني قلت أكرر لعله للمرة الثالثة أو الرابعة، ليسوا أناس عاديين، كلهم من الأئمة، كلهم من الثقات الكبار، كلهم من المأمونين، كلهم من الصالحين ونحو ذلك. هذا الشخص السادس في السند. أما يبقى عندنا الشخص السادس في السند وهو زيد. طبعا عندنا في تهذيب التهذيب أيضا ورد هو نفس هذا أبو الضحى. في تهذيب التهذيب أيضا عبارات متعددة وردت في حقه، أنا أشير إليها حتى يعرف المشاهد الكريم من هو هذا الإمام. قال مسلم بن صبيح الهمداني إلى أن يقول قال ابن معين وأبو زرعة ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد كذا، وقال ابن فلاء، وقال النسائي ثقة، وقال العجلي تابعي ثقة. إذن أجمعت الكلمة على أنه ثقة ومن الأئمة. وممن صرح أيضا بهذا الكلام هو في الكنى والأسماء. هذا المصدر أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليه أعزائي.
يلتفت إليه أعزائي المصدر، وهو كتاب الكنى والأسماء للإمام مسلم بن الحجاج. تعلمون أن هذا الكتاب من الكتب الأساسية المهمة، ولكن مما يؤسف له أنا لم أحصل على نسخة مطبوعة منها، ولهذا اضطررت إلى الاستنساخ. الطبعة موجودة المملكة العربية السعودية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المجلس العلمي، الجزء الأول، دراسة وتحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشقري. هناك في الجزء الأول في صفحة أعزائي في صفحة 455 يثبت لنا بشكل واضح وصريح، أنا بودي يخرج للمشاهد الكريم، في رقم الترجمة 1722، أبو الضحى مسلم بن صبيح سمع ابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن أرقم. إذن يؤكد الإمام مسلم أنه سمع ممن؟ من زيد. سمع من زيد بن أرقم. إذن لا يدعي أحد بأنه هل سمع أو لم يسمع، حتى يشكك أحد أنه من قال أنه أبو الضحى مسلم بن صبيح سمع ممن؟ من زيد. سمع من زيد بن، لعله نقل إليه، لعله وجاد، لعله شيء آخر. لا أعزائي، وإنما يصرح الإمام مسلم صاحب صحيح مسلم يقول بأنه سمع ممن؟ سمع من زيد بن أرقم. أعيد العبارة، أبو الضحى مسلم بن صبيح سمع ابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن أرقم، روى عنه الأعمش وحبيب بن أبي ثابت إلى آخره. إذن القضية أعزائي إلى هنا اتضح للمشاهدين الأعزاء أن هؤلاء الخمسة. الآن أنا أقرأ السند مرة أخرى للأعزاء. السند ما هو؟ السند كما أشرنا إليه هو، التفتوا جيدا، هو حدثنا علي بن عبد العزيز الذي هو شيخ الطبراني البغوي الذي قلنا أنه من الأئمة. حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن عون الواسطي الشخص الثاني، حدثنا خالد بن عبد الله عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله. أما من هو زيد بن أرقم، أنا أكتفي فقط أن أنقل من هو زيد بن أرقم عن كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، طبعا لا يحتاج إلى تعريف. هناك في صفحة أعزائي 350 من الكتاب، قال زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري، رقم الترجمة 2128، صحابي مشهور أول مشاهده الخندق، وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين، مات سنة 66. إذن سند هذا الحديث هل فيه كلام لأحد أو لا يوجد فيه كلام لأحد؟ هذا هو الإسناد الأول لهذا الحديث الذي فيه وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. واقعا هذا يقدم بكل أدب واحترام، بس لعلي أقول بأنهم جهلوا، لم يكن تتبعهم كاملا. الشيخ الأرنؤوط، الشيخ شعيب الأرنؤوط لم يتحقق، لا أقول تجاهل، لا أقول تغافل، لا أقول غطى على هذه الحقيقة، لا أريد أن أتهم أحدا، ولكن أقول بكلمة واضحة وصريحة بأنه هذا الحديث بهذا السند الصحيح الأعلى، ولكن مع الأسف الشديد نجد أنه كيف تجاهله. إذن السند الأول الذي فيه هؤلاء الخمسة أو الستة سند صحيح وينطبق عليه ضابط السند الصحيح، يعني هو حديث صحيح لذاته، وهو أخبار آحاد يمكن الاحتجاج به. أما السند الثاني، أنا أذكر هذا السند الثاني برجاله الاثنين أو ثلاثة، دقيقتين وثلاثة وأسمع المداخلات الأعزاء إذا مهيئين المداخلات. أما السند الثاني، الإسناد الثاني إذا يتذكر المشاهد الكريم، الإسناد الثاني فيه ثلاثة أشخاص قلنا هؤلاء غير مشتركين وإنما مختصين، وباقي السند ماذا؟ مختص. من هم الثلاثة؟ حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا علي ابن المديني، حدثنا جرير ابن عبد الحميد.
هذا مختص لم يكن في الإسناد الأول. أما يبدأ من هنا عن الحسن بن عبيد الله، عن أبي الضحى، عن زيد بن أرقم، هذه الثلاثة الأخيرة ما هي؟ مشتركة. فإذا لابد أن نقف عند الثلاثة الأول إذا لا توجد مداخلة. تفضل ويكمل البحث إن شاء جيد الله. جيد جيد جدا. نعم. إذن الإسناد الأول وهو أول الشخص الأول في هذا الإسناد الثاني وهو معاذ بن المثنى. هذا كتاب أعزائي تأريخ مدينة السلام المعروف بتأريخ بغداد وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها وواردها، تأليف الإمام الحافظ الخطيب البغدادي المتوفى 463 من الهجرة، المجلد 15، حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي. هذه الطبعة المحققة الأساسية في هذا الكتاب، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، المجلد 15 في صفحة 173 هذه عبارته، التفتوا رقم الترجمة 7073، معاذ ابن المثنى ابن معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان أبو المثنى العنبري. لا أطيل على المشاهد، يقول روى عنه أحمد فلان وكان ثقة وكان ثقة. إذن الشخص الأول في هذا الطريق الثاني يقول الحافظ، بل يقول الإمام الحافظ الخطيب البغدادي أنه كان ماذا؟ كان ثقة. هذا هو الشخص الأول. الشخص الثاني طبعا أيضا نفسه هذا الشخص ورد في كتاب تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لمؤرخ الإسلام الذهبي، حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف، المجلد 6 صفحة 837 رقم الترجمة 539، معاذ بن المثنى يقول ثقة جليل. نعم. إذن كما قلت المشاهد الكريم كل من ننقل عنهم ماذا؟ ثقات. هم ليسوا فقط ثقات وإنما عادين. في أعلى درجات الوثاقة. هذا أيضا هذا الشخص الأول. الشخص طبعا يكون في علمكم بعد، أنا ما كان عندي مجال أن آتي بمصادر أخرى. الأعزة أيضا وثقه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، إذا يريدون يراجعون الجزء الأول القسم الثاني صفحة 629 في رقم الحديث 316. أما الشخص الثالث، سماحة السيد تحبون نلغي الفاصل وتستكملون البحث؟ بلا فاصل مولانا، بلا فاصل. بلي أنا دقيقتين وثلاث وإن شاء الله واقعا يكمل حديثي لكي لا يقام معلقة للحلقة، أستمع إلى مداخلات الأعزة. تفضل. الشخص الثاني هو علي ابن المديني. علي ابن المديني جاء أعزائي في تذكرة الحفاظ للذهبي، صحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الناشر مكتبة ابن تيمية، الجزء الثاني صفحة أعزائي الجزء الثاني صفحة 428 من الكتاب. 428. نعم. بلى. علي بن المديني. نعم. علي بن رقم الترجمة 436. التفتوا ماذا يعبر عنه؟ حافظ العصر. نعم. وقدوة أرباب هذا الشأن. إمام يعني. إمام لا فقط إمام. عبر عنه جملة من المحققين أنه أمير المؤمنين في هذا الباب. أرجع وأقول للمرة الخامسة إنما أؤكد حتى يتضح أن نقلت هذه الأحاديث هذه الطبقة من الأئمة ومن الحفاظ ومن الموثوقين المأمونين في هذا المجال. وكذلك في تقريب التهذيب أيضا نفس هذا الشخص وهو علي بن المديني، انظروا ماذا يقول في حقه من؟ أيضا ابن حجر العسقلاني، هناك الذهبي هنا ابن حجر العسقلاني، ترجمته هذه رقم الترجمة 4794، قال علي بن فلان إلى آخره. بلي علي بن فلان إلى آخره يقول ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث
وعلله وعلله حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. البخاري يقول ها هؤلاء هم رواة حديث وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وقال فيه شيخه ابن عيينة: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وقال النسائي: كأن الله خلقه للحديث إلى آخره. هذا من الشخص الثاني. يبقى عندنا شخص من؟ الشخص الثالث، وهو جرير بن عبد الحميد. فيما يتعلق بجرير بن عبد الحميد فقط أنا أشير إلى مورد واحد، وهو ما ورد في هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني المجلد الثاني صفحة 1036، وأستمع للمداخلات. قال جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي إلى أن يقول: قال اللالكائي: أجمعوا على ثقته. إجماع. إذن مو أنه أشخاص وقع الاختلاف فيهم، لم يقع الاختلاف في أي واحد من هؤلاء. هؤلاء الثلاثة الذين اختصوا عند ذلك نرجع إلى السند الذي أشرنا إليه، وهو الإسناد الثاني، وهو الإسناد الثاني الذي أقرأه للأعزة. أستمع إلى المداخلات بعد ذلك نقرأ إذا كانت المداخلات. طيب، شكرا جزيلا سماحة السيد، ساعدكم الله. المداخلات، أول المداخلات من مكة المكرمة، أسامة. طيب أسامة، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا أخ أسامة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. ودي أشكر الشيخ الله يحفظه ويطيل عمره، إحنا خدام له في مكة. الله يحفظكم. وصلى الله على نبينا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خيرا إن شاء الله، ما تنسانا من الدعاء هناك إن شاء الله في المسجد الحرام. جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة. الأخ صلاح من بريطانيا، سلام عليكم. الأخ صلاح من بريطانيا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شخص عراقي ومسلم وشيعي. أني سلامي إلى السيد الجليل كمال الحيدري بفضله وبفضل هذه البرامج البناءة بالأطروحة المهدوية ومطارحات في العقيدة، أرجعني إلى ديني وأرجعني إلى الصواب. أسأل الله أن يطيل عمره للسيد ويكثر من أمثاله، وأرجو من كافة العلماء من جميع الأطراف أن تكون النقاشات بموضوعية وعلمية كما يطرحها السيد الجليل كمال الحيدري. وبارك الله فيك وكثر الله من أمثالك، وننتصر بيك للحق اللي تظهر لنا. الله يطيل في عمرك ويكثر من أمثالك، وبارك الله بك. جزاكم الله خيرا. شكرا على هذه المداخلة والعواطف القيمة. نعم. جزاكم الله خيرا وأشكركم على هذه. الأخ أحمد من السعودية، أبو أحمد. طيب أخ أبو أحمد، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بخير مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. تفضل. أولا نشكرك يا سماحة السيد على هذا التفسير المتقن الذي لا يسيء إلى الطرف الثاني من إخواننا السنة، وإنما الاستدلال على الحقيقة قبل الفوات الأوان. الحمد لله. وأدعو من الله سبحانه وتعالى مولاكم الدعاء إلى أخواننا في البحرين بالفرج إن شاء الله. وسؤالي سماحة السيد، هل الأحاديث المرتبطة أو المرتبطة من الرسول صلى الله عليه وسلم مربوطة بالقرآن الكريم؟ ما فهمنا السؤال أخ أبو أحمد. سؤالكم عيدوه بوضوح. هل الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مربوطة بالقرآن الكريم؟ هذا وأسألكم الدعاء. مخصوصة؟ مربوطة. ها واضح، يلا شكرا جزيلا. أخ أبو أحمد، مربوطة بالقرآن ارتباطه. بلي. من العراق. سبعان. سلام عليكم الأخ سبعان من العراق، أهلا ومرحبا. تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم. عفوا لست ليس اسمي سبعان، سبهان بالهاء. سبهان اهلا ومرحبا بكم يا سبهان. اعتذر اخ سبهان. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرف لنا ان نسمع صوتكم منذ سنين، لن اريد ان نسمع صوتكم، نتشوق لان نتبرك بسماع صوتكم المبارك. الله يحفظكم ويتقبل اعمالكم ووفقكم الله لكل خير. ونسال الله ان يجمعكم مع يجمعنا بكم في العراق في بلدنا في العراق الله. ونحن نكلمك من مدينه بلد مدينه سبع سجيل السيد محمد الله يحفظكم الهادي عليه السلام. جزاكم الله خيرا. شكرا شكرا للاخ سبهان، و ان شاء الله ما تنسانا من الدعاء. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ان يهيئ لنا الظروف في القريب العاجل أن نأتي إلى العراق الحبيب وإلى شعبنا، وأن نكون في أوساط الشعب العراقي واقعا لنقدم ما نستطيع أن نقدمه لهذا الشعب المظلوم الصابر الممتحن. شكرا جزيلا للأخ سبهان. الأخ يوسف من السعودية، سلام أبو هاج. الأخ يوسف من السعودية، سلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا نسمعكم اخ يوسف. ممكن اكلم السيد لو سمحت؟ بلي تفضلوا معكم السيد. مساء الخير سمحت السيد. مرحبا بكم اخي العزيز. سمحت السيد، ما هو موقف المذاهب الاربع من حديث الثغلين؟ وهل هناك من ضعف هذا الحديث؟ شكرا. جزاكم واضح. الله خير. شكرا جزيلا. ابو هاجر من المدينه المنوره، سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من المدينة المنورة، بس أرفع كف الدعاء للسيد كمال حيدري والقائمين على هذا البرنامج الناجح. الله يتقبل. ومن جوار حبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى البيت الطيبين الطاهرين، أن يحشرنا وإياهم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. إلهي آمين. السيد كمال أنار الله قلبه بالإيمان، أنار قلوبنا ورجعنا إلى عقيدتنا الصحيحة اللي كانت خافية عنا. الله يحفظك. نشكره وندعو له من جوار الحبيب عليه الصلاه والسلام. جزاكم احسنتم، جزاكم الله خيرا. واقعا ان كان لي حق عليك فحقي عليك ان تدعو لي جوار المسجد النبوي وفي حرم الرسول الاعظم صلى الله عليه واله. شكرا للاخ ابو هاجر. الاخ خليل من الكويت، سلام عليكم. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. احيي ضيفك الكريم وجميع العاملين بالقناه. حياكم الله، اهلا ومرحبا. على الاخ المتداخل من السعوديه، هل هذه مربوطه بالقران؟ اقول له نعم، لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. سيدنا الكريم، هناك نكته يجب الالتفات لها، وهي قضيه عندما جاء الحارث بن نعمان الفهري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا محمد، ألا يكفيك أن سفهت آلهتنا وأمرتنا أن ندعو إله واحد فاتبعناك، وأمرتنا بالصلاة فصلينا، وأمرتنا بالزكاة فزكينا، حتى رفعت يد ابن عمك علي بن أبي طالب وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، هل هذا منك أم من الله؟ فقال: بنا من الله. فعندما خرج قال: اللهم إن كان محمدا صادقا فأتنا حجرة من السماء أو بعذاب أليم. فنزلت حجرة من السماء ودخلت برمى رأسه فخرجت من دبره فسقط ميتا. وهذه الآية ما جاءت وسأل سائل، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعني أخي العزيز، هذه الروايات التي قرأتها أنا لا أستطيع أن أصححها الآن في هذه المرحلة. إن شاء الله تعالى إذا وقفنا عندها وجدنا لها سندا صحيحا عند ذلك نقبلها، أما إذا لم يكن لها سند صحيح فمع الاعتذار الشديد لا نستطيع أن نقبل. عرفت أنت منهجنا هو أن نقف عند السند الصحيح من الكتب المعتبرة عند القوم، أما ما ينقل هنا وهناك وعلى هذه الفضائية أو على ذاك المنبر فمثل هذه الروايات أنا أعتذر أن أستطيع أن أتقبلها في هذا البرنامج العلمي. أما سؤال الأخ العزيز الذي قال بأنه هذه الأحاديث هل هي مرتبطة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بالقرآن أم لا؟ أخي العزيز، صريح القرآن الكريم قال: لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله مما أنزل إليه. نعم، بعض ما أنزل إليه هو من في الكتاب، وبعض ما أنزل له هو ماذا؟ هو من الوحي ونحو ذلك. على أي الأحوال، هذا أولا. وثانيا، الله سبحانه وتعالى أمرنا
قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بالنسبة لسؤال الأخ يوسف عن موقف المذاهب الأربعة، الجواب أخي العزيز واقعا عموم علماء المسلمين للمذاهب الأربعة، عموم علماء المسلمين من الزيدية والإسماعيلية والإمامية وغيرهم 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 كلهم صححوا هذا الحديث، وإنما التضعيف جاء من رأس النهج الأموي ابن تيمية ومن تابعه على هذا النهج. حتى الألباني لم يوافقهم على هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لسماحة السيد كمال الحيدري، أهلا ومرحبا، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج الأطروحة المهدوية. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستودعكم الله بكل خير مع تجديد التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى ولادة مولاتنا الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.